جينا بلاصه اخرى اللي سميتها الرميلات، رجعنا لذاك الكار، نزلنا فواحد البلايصه غادي ندوزو هنايا على ساعتين ديال المكانه بما يجي الكار الثاني، وعندنا الحق عاوتاني نركبو بديك التيكي اللي عندنا نركبو في كار واحد اخر. المهم هاد البلاصه سميتها الرميلات، فيها الغابه فيها البحر، انا غادي نوريكم كاع شنو فيها وغادي نقول لكم عاوتاني شي حاجه اللي طوب وشي حاجه اللي زوينه زوينه بزاف صراحه. وهذه راه البنات الدار ديالي الجديده اللي عادي الله خديت شوفوا كي دايره واعره ديال الخشب، شي حاجه طوب البنات وريها لهم مزيان وريها لهم. صافي اجي هميده جاي نقول لك تندخل ولا نوري لهم من الداخل؟ دابا نوري لهم من الداخل، دابا نوري لهم من الداخل. قلتي لي داك الشيء وي اي ها. المهم هذه البنات الدار ديالي الجديده اللي عاد خديت فلوس اليوتيوب خديت فلوس اليوتيوب البنات هذه. ايوا البنات كي جاتكم داري جديده زوينه ولا خايبه ولا اي 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 حنان مشيتي بعيد حنانه واختي؟ انسان هو اللي يكون عنده طموحات ويكون عنده احلام زوينه ويكون عنده بزاف ديال الحوايج، ومتى حاجه ما مستحيله، كل شيء ممكن البنات، كل شيء ممكن، خاص غير تكون الاراده والرغبه. وكذلك البنات تكون عندك العزيمه، تكون عزيمه قويه بزاف، وكل شيء قرب عند الله، كل شيء قرب عند الله سبحانه وتعالى. الانسان يتمنى والصبر طبيعه الحال، ومع الوقت راه كلشي نوصلوا ليه الا كان هذا مزيان، الا كان قلبك بيض مزيان وكتبغي الخير للناس كما تبغي لراسك. كوني على اكيد اي حاجه توصلي ليها. يلا عرفتي شنو عرفتي؟ الصبر قتلني، ضرني في الصبع الصغير، انا زعما جايه مفركسه صافي خاصني الصبر ديالها ياك. وليت نقول لك دوز تسولو من هنا، انت كتقول لي لا يلا نمشيو من هنايا ما تسوليش، عدوك تسول يا خويا. وراه حيت سولنا باش جينا فداك الكار. مرحبا مرحبا مرحبا. عرفتي شنو جبد لي هذيك لاكارت نشرح للبنات حتى اللي بغات تجي كيفاش داك لاكارت وشحال الثمن وهذا. اراني اه البنات جاب الله كندير لاصال زعما كندير السبور، خاصك دير السبور خديجه. انا اختي راه كداك السبور اللي درتي ليا كله راه نفعني والله الا ما نهجت ما والو. عرفتي شحال ديال العقابي؟ نتوما راكم عارفين العقابي في طنجه مي مزيان. المهم البنات من بعد كما قلت لكم قبيل فاش فطرنا وهذا سولنا، وحنا نلقاو هذه ديجا اللي صورت لكم ديال الكار، هذا الكتالوج ديالاش هذا البنات. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش فين يتساراو في طنجه بحالنا، اللي الطوموبيل ما كايناش عندهم وهذا وبغاو زعما كاينه بحال هكا ديري شي قيد اللي غادي يديك يساريك وهذا. هذا الكار زعما رحمه والله العظيم. انا نوريكم فين هو، كاينين هنايا جوج ديال الجهات، الجهه الاولى والثانيه. المهم انا نشرح لكم غير بخلاصه وصافي، ديك الساعه انا غنصورها لكم ونخليها لكم هكا الا بغيتو تشوفوها. كاين هاد الجهه وهاد الجهه هادي، هاد الجهه هادي المهم الا بغيتي تمشي مدينه قديمه ومدينه جديده وهذا. وهنا الا بغيتي تمشي للرميلات، دابا حنا في الرميلات، بغيتي تمشي لداك سميتها غروت ديركول، بغيتي تمشي المهم بزاف الجولف هنا، بزاف البور كاينين بزاف ديال الحوايج هنا كيديك ليهم هذاك الكار كيما شفتونا فيه. فيه الركبه غزاله البنات، نقي مريح محلول من الفوق، يعني كيضربك الهواء واحد يعني صغتو هذا الجو ديال شهر ثلاثة، الجو واعر البنات. وبشحال الثمن البنات؟ انك تدوري طنجة كاملة 80 درهم، يعني انا بوحدك 80 درهم، انا 80 درهم وحميد 80 درهم. ولكن هاد 80 درهم شنو فيها؟ تقدري تساري في مدة يومين، يعني يومين وانت كتساري في داك الكار، تقدري دوزي هاد الجهات بجوج، دوزي هاد الجهة كاملة وضربي عاوتاني هاد الجهة كاملة. بغيتي تضربيهم في نهار واحد ديريهم، بغيتي ديريهم في يومين دير عندك المهم هاديك التيكي فالابل دو جو يعني في يومين ياك. دابا حنا من تسارى بينا كاع في لالي مشينا كامله، من درنا الروتور رجعنا حبسنا في الرميلات، حيت هو ما تيحبش هنايا في الرميلات، بغيتي تنزلي كتنزلي. نزلنا دابا حنايا هنايا نتسارحوا نضربوا دويره نشموا شويه الهواء وهذا. من بعد قال لك واحد ساعتين كتمشي للبلاكه فين نزلنا كتركبي فيه، ركبي فيه سيري فين ما بغيتي، يعني ديك 80 درهم كتقولي زعما حلال. زياده على ذلك شي حاجه كنت بغيت نقول لكم نسيت، فكرني يا حميد. ما عقلتش والله ما شي حاجه كنت بغيت نقول لكم. المهم هاد الدكره 80 درهم باش مزيانه على انك غادي تشدي طاكسي، بشحال كان نجي من الطاكسي؟ هو قالوا لك 35 درهم غير هنا، 35 درهم غير هنا، غير هنا يعني الي وروتور 70 درهم، ولكن غير رميلات عرفت غير رميلات يعني الي وروتور 70 درهم. ودابا 80 درهم شنو ضربتي فيها؟ راه ضربتي فيها البور. شوف شوف ها ضربنا فيها واحد جوج ثلاثه اربعه تسعود ديال البلايص اللي ضربنا، غير تسعود تما راه معاودين لي غيجيون. لا 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 تسعود ديال لي غيجيون اللي ضربنا،
في الروتور اللي داكشي معاود. اما فاش مشينا من لهنا ضربنا 9 ديال لي غاجون. يعني بصراحه في حقيقه فلوسها حلال البنات، والله الا فلوسها حلال زوينه. وعرفتي ولقينا في الكار كاينين البنات اللي بوحدهم، والله الا شي جوج بنات اللي لقينا كل وحده كنشوفهم كل وحده بوحدها، جات سارات دارت. وشفتوا الغابه كيفاش دايره هنا هاد الرميلات، كاينين العسكر كاين البوليس، تساروا في خاطركم، ما كاينش اللي يقيسكم، ما كاين اللي يهضر معاكم، ما كاين اللي يقول لكم حتى شي حاجه. زعما منطقه ديال الامان صراحه. قال في الاول انا كنت خايفه، مي قالوا لنا غير سيروا زعما بلاصه السياح، هادوركم عارفين ضروري ما كي يا ربي غير يجيو عندهم السياح. دونك كيحاولوا انهم كيحميوا ديك المنطقه. وبصراحه هادشي زوين وهادشي بحق عجبني بزاف. وقولوا الجهه الاخرى، ما شفتش الجهه الاخرى بان عندك تمشي اليوم واحد الجهه وتقدر تغدى الغد اللي تكمل الجهه الاخرى ديال سونترفيل. قلتها لهم، قلتها لهم فين الاخرى ديال سونترفيل. ها هي الزرقاء هذه هنا عاوتاني كضرب. قلت لهم مدينه قديمه وجديده، هنا راه كضرب 11 بلاصه كتر في الاخر كيرجعك للمارينا. هاد فيلا هاريس اللي خاصنا نمشيو الا قدنا الوقت حميد نمشيو لها. قال لك هاد فيلا هاريس حتى هي شي حاجه زوينه وفيها ما يدار، هادشي اللي قالوا. دابا الا قدنا الوقت ومشينا راه غادي ندوزو ليها. والمدينه ضروري بغيت نمشي نضرب دوره شويه في المدينه. مازال تبعنا الغدا حميد ضروري. ونسيت واحد القريه البنات نوريها لكم، هذه اللي وريتكم دابا على الشاشه اللي فيها لقيتو فيها دايرين فيها يعني من نوفوني يعني الزياده ديال التربيه حتى ال 6 سنين قال لنا ولا 6 شهور. 6 سنين اجي 6 سنين حتى 6 سنين غاتوي يعني وليداتكم حتى الا عندهم حتى 6 سنين كيركبوا في الكارفابور. هذه الاولى دايرين ادولت يعني البالغ ما بين 130 درهم و 80 درهم. علاش 130 درهم؟ 130 درهم للاجانب اللي ما عندهمش اقامه تيخلصوا 130 درهم. اللي عندهم لاكارت ناسيونال يعني جنسيه مغربيه كيخلصوا 80 درهم ياك. دايرين عاوتاني من 6 سنين ل 14 عام دايرين اللي ما عندهمش كذلك الاقامه 60 درهم. واللي عندهم لاكارت كيخلصوا هنا اللي يكونوا مغربيين هنا ما تكونش عندهم حاميد لاكارت ولا كيديروا لاكارت على 12 عام واقيلين. واش بصح والله ما عارفه انا صحابي 18 حتى ل 14 عام 40 درهم. قلت له انا رفع عمري 14 عام وكان معايا واحد صاحب هو يقول لي 14 عام مضوبله. وانا نقول له ما مضوبلاش متريبله كاع انت رده. وانا لقتلنا بالضحك مساكن دوك الناس ظريفين. وبالنسبه للناس مساكن اللي عندهم الاعاقه كذلك اللي يعني من الاجانب 60 درهم واللي عنده الاقامه هنا مغربيه 40 درهم. يعني دايرين تسهيلات بزاف وفي الحقيقه هذا الشيء زوين. وهذا التغييف 48 درهم لا لا 48 درهم لا 48 ساعه 48 ساعه حتى انايا فالابل 48 ساعه 48 هنايا فوالا نعاود نوريها لكم. هادي انا عم نخليها لكم تشوفوها على الشاشه تشوفوها صافي نخلي لكم في الشاشه وشوفوها. يعني كلشي واضح البنات اللي وكذلك نزيدكم الناس اللي معكازين بحال السي حميد اللي ما باغينش يباتوا في طنجه. انا نعطيك الراس في هذا الفيديو شي الفيديو نعطيك فيه الراس مزيان. اللي ما باغينش يباتوا مثلا في طنجه راه البوراق 50 دقيقة من قنيطرة بعد لطنجة 50 دقيقة. يعني جينا الصباح بكري غدور وغتسارى وكلشي وغادي ترجع بحالك لدارك. شحال جيتي بالبوراق؟ انا بالنسبة للبوراق البنات رانا قطعت يعني بان سومان افون من قبل بسيمانة قطعت 93 درهم. شحال؟ 93 درهم يعني 93 درهم باش تمشي و 93 درهم باش تجي ياك. ولكن علاش 93 درهم؟ حيت اولا قطعت كل ما قطعتي بكري كل ما كتشوفي يعني كتختاري النهار اللي فيه التخفيضات. وماشي السبت وحد، السبت وحد كاين بعض المرات تتوصل حتى ل 139 درهم 140 درهم. يعني كاين فرق كبير. يعني ما كتقطعي في وسط لا سومان يعني اللي ما فيهش الدنيا عامره وهدار كتقطعي بثمن واللهما بعدا 3 نقول لكم رخيصه. تقولوا لي ويلي على 93 درهم رخيصه اي ولا راه رخيصه تي علاش لحقاش راه 80 درهم. بعض المرات شي منتقدين يقول لك ويلي 93 درهم انت عندك رخيصه كاين اللي ما لقاتها 10 درهم. انا متفقه معكم ولكن انا كنقارنها مع 140 درهم دونك جاتني يعني ثمن جد مناسب. واو على منظر البنات. وعرفت حميد اجي هنا نيري عندك صبط بيات الشجره الصقع الهيلي شدي هذاك الديكور راه هو زعما السالة شي صراحة شي حميد اللي هي كيدير الديكور واعر 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 بزاف. جلسنا في واحد البلايصة هنايا اللي فيها الطبيلة والكراسة هكا اللي كيبغيو يجيو يديرو بيكنيك يتغداو ولا يديرو كاسكروط هنا ولا شي حاجة بحال هكا زوين. هو الشجر تحت منك مبردة القضية وسط الغابة سكات ما كاين اللي برزتك ما كاين اللي صدعك ما كاينش بزويز. عقلتي جينا لطنجة غير أنا وياك جينا الساعة كنتي حاملة بإلياس. كنت حاملة بإلياس بخير كنا تسارينا ودرنا في خاطرنا ساكادوات ساكادو زيد مع الطريق دور كنا جينا حتى لهنايا كنا جينا ياك
زوين في الحقيقه. وحاجه اخرى، انا راجلي عزيز عليها الطبيعه، ما كيحملش يقول لي انا ما تنحملش نبدل مدينه بمدينه، يعني يمشي لمدينه اخرى، يمشي قهوه جديده، يمشي هكا شي المدينه، داكشي الحوايج داكشي ما عندوش معاه، داكشي تيبغي هو يجي للجبال، يجي للشجار، يشوف مناظر زوينه. وبصح لقيت راسو، لقيت بان بصح عنده الحق، وانك كتجي كتشمي هوا جديد، الطبيعه راه ما كاين ما احسن من الطبيعه، الطبيعه في حقيقه زوينه. الا تبدلي مدينه بمدينه وما غتشوفيش شي حاجه جديده، يعني سي با لا بين كاع تمشي تخسري فلوس. ياك سي حالي هادي عندك اول مره نتفق معاك في حياتي. اول مره انت شو عليك، والله الا حشومه عليك في حياتك. عرفتي درتي شحال ضربتي لي العام الزواج ديالي انا وياك؟ لا 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 12 عام ديال الزواج. اول مره كتقولي شي حاجه مزيانه. 12 عام ديال الزواج، اول مره تنقول الحقيقه. اول مره نتفق معاك. كي جاتكم البنات هاد القضيه ماشي حشومه. سجليها اه، هي مسجله بخط احمر وغادي تبقى في اليوتيوب، ما غاديش تحيد كاع. انا ايوا ها انتم البنات والدراري، المغامرات اللي بغى يجي يدوروا، يعني يكون تكون عنده مغامرات يجي لهاد الغابه ديال الرميله. تشوفوا سبحان الله العظيم، ما تقولوش في المغرب، شوفوا الديور فين كاينين لهيه، ما عرفتش يبانوا لكم ولا لا. الديور تما كانت صغار، كاينين الديور تما على البحر، هادو عرفتي ساكنين في عالم واحد اخر بوحدهم، عرفتي كتحس براسك بحال ماشي في المغرب صراحه، تحس براسك بحال فين حميد، في هاواي. كبيره قلتي لا سويس، دابا هاواي، دابا جينا لا سويس لي، دابا جينا لهاواي. اه داكشي اللي كاين هاواي. والله الا عرفتي شنو الترخيص، بكثرت الكالم، بكثرت الهدوء اللي كاين، السكات اللي كاين، حسيت بواحد الراحه، عطيت لنفسي واحد الهدوء ديال واحد الدقائق بحال هكا، فريمون شي حاجه اللي كيحتاجها اي انسان كما بغى يكون صراحه. هي هاي هاي على الليمون عاوتاني، كي جاك الليمون؟ هذا الشيء اللي طلعنا، هذا الجبل اللي طلعنا، يعني خاص نشربوا شي حاجه واعره الليمون. شخديتي؟ نديرو طبيعي. طبيعي 8 دراهم. 8 دراهم قلت لك. رخيص راه رخيص. زوين 8 دراهم. يا سي مزيان، ثمن مخير كاع. وبارد معاها الغابه بارده وداك الشيء. انا كنت كنقول هنا غيبيعوا شي ثمن كثر، 800 درهم مزيان. لا بحقيقه اسمينا زوينه، انت ما كتقولش الثمن غيكون داك الشيء غالي، ولكن حد الان هذا الشيء اللي قال لك اونبورتي 10 دراهم وهذا في كاس 100 درهم. اونبورتي بالمره تلقاه ب 15 درهم. لا مزيان. مزيان. واعر. شحال شربنا نيت المحلاب شحال شربنا البارح؟ 10 دراهم. نعم. 10 دراهم، كاس كبير من هذا، كاس كبير تو مقامح. يلاه شرب صافي، صحتكم، يعطيك الصحة. ما يمكنش تجي من الطاقة وما تاكلش كلينتي ياك ولا كلينتي؟ كلينتي ولا كلينتي. واعر واعر البنات واعر. نشوف. فيه الحار والملح والكمون، تحمقني أنايا. واعر. طنجة معروفة بهاد الأكلة ضروري، يعني الفقير ياكل والغني ياكل، شي حاجة اللي واعرة. عرفتي بحال كتاكل فرماج، هي راه الحمص يلاه. والله ما عرفت كتسوى البيض واقيلا والحمص، لا الحمص فيها صافي زوينه البنات، يعني كتدخل بيدي سمحوا لي ما عندي ما ندير. يلا ذكر واعر البنات، عرفتي كنا جالسين كنشوفوا الناس كيدخلوا في المكتب ويا هذا حمار كيفكو، تا هما دايرين واحد لا سباس فين كتدخل. واعر واعر طف ديال الطف. كنشارك معكم هذا المنظر الجميل، هذه الموسيقى الجد رائعه الامازيغيه اللي حيات فيا الدم ديالي ولا تيشعل صراحه. ها هي حبساب، حبساب حميد. المهم شنو نقول لكم، تبارك الله وصل عندي طنجه غزاله. اللي حمقني اكثر صراحه النساء ديالها، تبارك الله وصل عندي اناقه واللباس والزين وكلهم دايرين فولار تبارك الله، وكتلقيهم هكا كيشعلوا كيشعلوا، زعما كنوجه لهم واحد التحيه اللي هي كبيره 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 صراحه. ها انتم يا البنات قولوا لي بالصحه والراحه، الشال يا لالا والشال، خديت الشال من لينا كذبش عليك، مشينا فاش تغدينا تشوف البنات كاملين دايرين داك الشيلون بهادو اللي بالعقيق، هما راه عندنا في قنيطره ما ديتهاش فيهم، ولكن عرفتي ملي شفتهم دايرينهم جاوهم غزالين عجبوني، قلت حميد والو والله تنشري شي شال نحيد طقي وندير الشال، شهاوني فيه نوليت انا شماليه. وا قولوا لي بالصحه والراحه، خديت جوج، خديت هذا وخديت واحد الزرق. الله يعطيك الصحه. قولي بالصحه. الله يعطيك الصحه. المهم حنا دابا راجعين بحالنا، الله يجعل البركه. الباش طاح ياك حميد، الباش طاح، الفلوس سالاو، رجلين ما بقاوش، لا فلوس سالاو، رجلين ما بقاوش، ومشيو عند وليداتنا دابا نعسو نتكمشو حتى الغدا ان شاء الله يحمي الله. يلا صلوا عليا فراسكم.